وهي التي تسمى في أصول الفقه بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. قد ذكر علماء أصول الفقه أن هذه المصالح ترجع إلى كليات خمس، وهي التي تسمى في أصول الفقه بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. والناظر لأضرار المخدرات وآثارها السيئة يرى أنها قد أضرت بصاحبها من هذه الجهات الخمسة. فأما من جهة الدين فإن متعاطي المخدرات لا يبالي بأحكام دينه، فهو مضيع لما أوجبه الله عليه من واجبات وما أمره به من الطاعات، فلا يخاف الله تعالى ولا يتقيه في نفسه، لا في نفسه ولا في أهل بيته ولا في أحد من المسلمين. وأما من حيث النفس فإن متعاطي المخدرات قد أهلك بدنه وأفسد صحته، وذلك لما هو معلوم أن للمخدرات تأثيراً كبيراً في صحة المدمن، والتي قد تفضي به إلى الهلاك أو ما يقاربه. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. وأما من حيث العقل فالمخدرات تغيب عقل الإنسان، بل هي مذهبة له، تجعل العاقل كالمجنون، وتفسد مناط التكليف الشرعي وهو العقل الذي كرم الله به الإنسان وميزه به عن سائر الحيوان. وأما من حيث المال فالمخدرات مضيعة للمال، ينفقه صاحبه فيما لا ينفعه بل فيما يضره. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأما من حيث العرض فلما هو معلوم من أن المدمن تذهب عزته ويضيع شرفه وعرضه في مقابل الحصول على جرعة من المخدرات والعياذ بالله تعالى. فالمخدرات محرمة في دين الله.